اشتباك، هدف اول، هدف اول عن طريق اللاعب محمد عصام يفتتح النتيجة بخطأ من حارس المرمى داخل الشباك. كما نتابع خروج خاطئ من حارس المرمى في كرة بنتابعها من اعلى نقطة ارتقى اليها في الدقيقة 92 أو 93. شديد قناوي يوزع كرة عرضية، مش ممكن، وعمل الجامب من الدور الثاني على طول يا راجل، خلص كورتك يا راجل على طول، اتلعبت الحلوة الاوفر الكروس العرضي من اللاعب 28 سنة محمد الشناوي. خطرة سعد، سعد سعد يا ولد يا الشناوي، يا ولد يا الشناوي، يا ولد يا سعد سمير. واحد يقول لي ايه اللي جاب سعد سمير؟ اترقص بس، سعد كان ممكن يرتكب ضربة جزاء. شوف سعد في دي، سعد كش رجليه ازاي، كش رجليه ازاي. لكن في الكرة المصرية تطلع الكرة توصل على طول لمحمد عصام، هاته خد مع ايزي، لعبها له مظبوطة ومعدي يا ولد لعيب، بقول لكم نشط تماما الجبهة، وادي العرضية وحشة قوي. الشوط الثاني عن طريق هذا اللاعب رقم 28 اللاعب البديل محمد عصام سامي، عايز يلعبها ناحية اليمين مقطوعة. عمر السيد لعبها مرة تانية، يا سلام عليك يا ولد، فيها الريسك، وادي كورة عصام، مش ممكن مش ممكن، ياهي مش معقولة يا ولد. اللعيب ده يا جماعة افتكروا كلامي، محمد عصام ده هيبقى لعيب متميز جدا السنة دي، لعيب محدش متابعه قبل كده، اتقطعت منه من ايزي. وبصوا الهجمات المرتدة والمساحات، محمد عصام ومعاه عمر السعيد، عصام عصام والتسديدة، انما قفل هدفين مقابل هدف. كان سقوط لمحمود المغربي بالفعل. نستأنف اللقاء من جديد مشاهدينا، انطلاقة في الجهة اليسرى لفريق الانتاج الحربي عشر، ومحمود المغربي رقم 22 في الهجوم، محمد حنبوزة رقم 15 للراية، ويحيى فضل حكم رابع. دخلنا في الدقيقة الرابعة من عمر المباراة، من عاطف توصل لعامر عامر، عايز يعمل الهجمة المرتدة، عامر عامر يلعبها على طول بيده لمحمد عصام، عايز يعدي محمد، خرج عبد الرحمن بودي ونزل مكانه أحمد شويدة، وادي إسلام رشدي يلعب كرة في الشمال عند محمد عصام، محمد عصام يلعب العرضية وبيطلع أحمد صبيح، لكن توصل لمحمد عصام، الهجمة لفريق الإنتاج الحربي، عصام وهذه العرضية من محمد عصام، بتعدي بتعدي والصعيد سيد الشبراوي، وهذه العرضية من الشبراوي، محمد عصام على صدره، صدره مفاجأة كده، هذه سيد الشبراوي وهذه العرضية على صدره محمد عصام، بيريحها لإسلام رشدي لعبد العزيز موسى مرة ثانية الصعيدي، وهذه تسديدة لكن يمسكها على طول مصطفى حطيبة على مرتين، مصطفى حطيبة يلعب كرة أمامية جابها الشمال، بيغير الناحية الثانية يلحق محمد شديد ناوي يلعبها لمحمد عصام، يلم محمد أمامية، محمد عصام بدماغه تحولت إلى ركنية، محمد عصام لمسة يسلمها له تاني محسن عند جديد، طويلة في اتجاه محمد عصام، يعدي حلو قوي محمد عصام يا ولد يا لعيب، تسلل لو وصلت له الكرة كنا هنلاقي على طول الراية من المساعد، تمريرة أمامية، أدي المرتدة إسلام رشدي، محمد عصام لعباس أميدو لعصام جوه منطقة الجزاء، جوه المنطقة خطيرة، تعبت عرضية عباس أميدو، مش ممكن الحقيقة في اللمسة النهائية، الكرة دي مكانها الشبكة، دي مكانها الشبكة ما فيهاش كلام. يلا سامع لك خالد. مرة تانية أمامية. في الشمال على طول التمرير. تاني عند محمد عصام أفضل لاعب في الإنتاج الحربي في الشوط الأول، يقدر يعدي ينطلق محمد عصام ويلعب الكرة العرضية هناك عند أميدو، هنا التمرير الحقيقة كان مميز جدا في غياب من رقابة سلام يا عمر، حط البينية حطها هنا لعصام، عصام يصوب ولكن بره، كان عنده كان ظاهر بشكل كويس، دي لو اتلعبت لاميدو دي تبقى جول ما فيهاش كلام، دي تبقى سترايكر امامية. محمد عصام يغير اتجاه اللعب عند سيد الشبراوي، طولت منه لكن يلحق مرة تانية يمرر لعصام، يا ولد بكعب القدم للسيد،
تصويبة لعصام جوه المنطقة من جديد. يا ولد يا محمد يا عصام تصويبة حلوة القدم. سموحة اهتزت شباكه ب 12 هدف والإنتاج الحربي شباكه تحركت 16 مرة بواقع 16 هدف. كرة في الجانب الأيسر محاولة لفريق إنتاج الحربي. محمد عصام يتقدم الممررة بشكل خاطئ والكرة المفتقدة لرائحة الخطورة. كرة في اليسار محمد عصام تقدم للإنتاج الحربي. الكرة الثابتة الأمامية الطويلة من حارس المرمى عامر عامر يلعب كرة في الجانب الأيمن يضع كرة ممتازة سلام سري لأحمد حمص الظهير الأيمن اللي النهاردة بيلعب على مصر مقصة والمقاولون العرب والزمالك. ويبقى لقاء وحيد مؤجل من هذا الأسبوع لقاء المصري البورسعيدي. رحمن فاروق معاذ الحناوي يشيل ويطلع في اليمين لو انطلق لو عدى هنا بحث عن السرعات والانطلاقات. خلينا نقول الصراعات انطلقت والانزراب بدأت مشاهدينا الكرام هنا في هذا اللقاء. 80 دقيقة بالتمام والكمال وعشر دقائق تفصلنا عن نهاية اللقاء. مش ممكن مش ممكن. أهم حاجة سلامة اللاعبين. اتمنى الهدوء وادي الكعب بتاع عصام الرايق